تداعيات التغير المناخي وبعض الممارسات البشرية الجائرة أثرت بشكل كبير على نمو وتكاثر الشعاب المرجانية التي لا تشكل سوى 2% من مساحة المحيطات والبحار، مما يهدد المخزون البحري الاستراتيجي ويؤدي لعواقب وخيمة ليس فقط على الحياة البحرية وإنما على أكثر من مليار شخص حول العالم يستفيدون منها بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي الإطار ذاته، أكدت هيئة البيئة أبوظبي أنه في عام 2017 فقدت إمارة أبوظبي أكثر من 73% من الشعاب المرجانية بسبب ظاهرة الإبيضاض، فيما فقد العالم معظم الشعاب المرجانية. بدأت المبادرات الإماراتية لحماية الشعاب المرجانية في عام 2005، حيث نفذت هيئة البيئة أبوظبي برنامجاً لرصد ومراقبة حالة الشعاب المرجانية من 10 محطات منتشرة بمواقع مختلفة من الإمارة، كما وضعت خطة لإدارة الشعاب المرجانية والمحافظة عليها واستعادة المناطق المتدهورة. ولعل أبرز مشروع لحماية الشعاب المرجانية هو الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الضفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة أبوظبي في عام 2021، والذي يعد أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة، بما يشمل استزراع أكثر من 1,000,000 مستعمرة من الشعاب المرجانية بهدف زيادة مساحتها في الإمارة. وفي يوليو من العام الجاري أعلنت الهيئة عن تثبيت 350,000 مستعمرة من الشعاب المرجانية وإعادة تأهيلها في مياه الإمارة. وعلى الصعيد ذاته، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة عدداً من البرامج والمبادرات لتثبيت واستزراع الشعاب المرجانية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارة، إلى جانب تنفيذ مشروع بحثي لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة. وبالتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، تم إطلاق حملة استدامة وطنية للتوعية بمبادرات ومشاريع الاستدامة في الدولة، وقد خصصت الحملة محوراً خاصاً لأبطال البحار لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال استدامة الحياة البحرية. وعلى صعيد جهودها العالمية في حماية الشعاب المرجانية، أعلنت الإمارات عن منحة بمبلغ 3,500,000 دولار للمساعدة في ترميم 7 سلاسل من الشعاب المرجانية في منطقة فلوريدا كيز بولاية فلوريدا، وتعد هذه المنحة من أكبر الاستثمارات في هذا المجال على مستوى العالم. كما أعلنت القابضة عن شراكة بحثية مع شركة أرشيريف المتخصصة في تقديم الحلول المناخية واستعادة النظم البيئية البحرية بهدف تقديم حلول هندسة لإعادة تأهيل نظم بيئية بحرية في أبوظبي.